علي بحمادة. مقالب حمادة. اقعد هون كسر لي وذنك اليوم، لا تغضب زيادة، هذو مقالب حمادة. اقعد هون كسر لي وذنك اليوم، لا تغضب زيادة، هذو مقالب حمادة. بالفنانين انحكمت وممثلين انجبرت واعلاميين انقبضت، راهي جبرت فيك. بالفنانين انحكمت وممثلين انجبرت واعلاميين انقبضت، راهي جبرت فيك. مقالب حمادة، 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 مقالب حمادة. الأحكام المسبقة على الناس لا يسوقي عليك بلا أساس ويظن فيك بلا إحساس. مقالب حمادة. الأحكام المسبقة على الناس لا يسوقي عليك بلا أساس ويظن فيك بلا إحساس. مقالب حمادة، 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 مقالب حمادة. السلام عليكم، صوما مقبولا وإفطارا شهيا، مرحبا بكم في حلقة من برنامج مقالب حمادة الجزء الأول 2022. هذا البرنامج من إنتاج شبكة إذاعة موريتانيا، المنتج المنفذ حمادة برودكسيون. أراني محيي جميع الموريتانيين في الداخل وفي الخارج، وأقول لهم رمضان كريم وكل عام والجميع بألف خير. هذا البرنامج يسلط الضوء على بعض القضايا كي الأسواق كي ما تعرفوا، والجف كله يتهم الآخر من دون دليل، هذا لا يجوز، ما يتواسى. أحسنوا ظن بالناس يا الناس، لا تخلعوا. أنا أتكلم عن الناس اللي يسوء الظن بالآخرين، حد يحسن الظن بهم ذول يتواسى. إن بعض ظني إثم والشك ما يصلى به. الحلقة اليوم بعد الفاصل تعرفهم عمل. لا مشاكل بعد اليوم، النزاهة كلاين لجميع الاستخدامات المنزلية، تنظيف الأواني والدهون والأرضيات والحمامات، وإزالة البقع عن الملابس وإعادة الألوان لطبيعتها، فضلا عن تنظيف وتلميع السيارات. كل هذا وذاك دون أن يترك أثرا للحساسية، متوفر في جميع الأسواق الوطنية. النزاهة كلاين هي الأفضل دائما. وانتم مملي لا تليش طنكم شي. مرحبا بكم كاملين، الحلقة اليوم إن شاء الله له تعود مع الصحفي المتألق. هذا الصحفي هو زايد محمد، مدير إذاعة موريتانية، وكان في صحراء ميديا، وما شاء الله الصحفي متألق، برامج إذاعية دائما زينة ما شاء الله، وعنده ياسر من المستمعين. مرحبا بك وخيرت معك حمادة. مرحبا وسهلا، شحالك؟ ما شاء الله وليلاك. انت مالك الا في الإذاعة؟ ايه والله كريم، يلا. بيك ماركت. ايه عاد تحلى بيك ماركت. ايه والله. ايه وزين، نجي بيك ماركت. ايه نجي بيك ماركت الغالي. ايه وزين. وخيرت زايد محمد، والله لو خيرت، شخص طيب. زايد محمد افهم علني لابد داني مؤخذ ذيك مغلب. يا بنا. انا شايف وتبا؟ ايه داري انا. قد نعطيها لك الوتة، يقيني نفوت ان شاء الله هو. نعرف اللي سمعت عنك شنو؟ أنا سمعت عنك شنو من الأمور؟ إني ما يذبت نعطيك الوتة وتو؟ أين حني قدام وتو جاي؟ ادخل جاي، ادخل جاي أنا حني. إيه وزين، والله شو؟ والله جيك قدام. إيه راني حني قدام شوي تو، حني قدام تو. وتو. شفت ذاك النوم تجينا الراس. صار تليفون مالك انت مشكيت شي تليفونك مالك هذا صار شي تقول انا غلطت
قط نهارات البنتين نجيك وذا شفت عندك برنامج ذا كامل والله كثرت هذه معك حلقه قط مولي ما شاء الله تواصلنا ايف والله شتنا من الناس اللي قط اسمع عن رقاج روايه والله شيء لاكليهم دائما انت مقابل من الموقف فهمت قط سمعت من الامور وتشوف عقب مسلسل سيسي الام حماده هذيك ساعه وتشوف بعض الصحابه وتشوف جبرت منهم واحد وشي قاعد نقول له وتشوف لانك واحد قد تقول عني مقيسيل والله دمي ثقيل الى اخره امور ذكيه فلا قال قلت انا لا قد سمعت وتقول انا قلت انا زايد انا قاعد ما قد قال لي شيء انا قاعد ما اتكلم الاول بيا انا الاول بيا ما جيتك كنت اختار سؤالك كنت نقول لك في التليفون ولا واتساب اسمع العظمه المقط تكلمت فيه ولا قط قلت عنه شيء ولا قط ايش ايش دلي ما انا ما جد انا قاعد ما جد دليل انا طنت شفت احمد نسيت احمد قول له اسمه نقول لك اذا كان قاعد حق ما عد انا مصر على الاتصال بكم اقول لك وهاي انا حد مغيسيل عندي ولا نقدمي مو جبر صرا لا عليني ولاني ما قد حد يهضمني امور كيف لاني بعد لا غريب انا ما اتكلم لمو لي اسم لسميت ملاهمة قط قعدت معاه ولا قط شفته بعيني اسمعها عند واحدين اخذين من اصحابه وصحابه ما اتكلم قاع مشكلتك عني تنبارك في موريتانيا ما اتكلم الصحابه ما عندي علاقه به ما انا فهم ما انا فهم واحدين اختيروا توفى يضايقني انا وانت يضايقني انا وانت والله شنو ما اعرفه هو قال انا اسمع عند واحدين وقال لي قلت له انا ليه تسول زيد قال لي ما مهم قد ما تسولوا اذا ما مهم وكذا قال لي قلت له اي جبت المسك والله ما جبت يدي لي طول عمرك كارت من هو احمدنا انا مع زيد كيما قد قلت لك عني دور شيء قلت له ما مهم انا قد سمعت عنه قال فيا كذا امور كيفها سمعت عند من انت ما قلت لي قاعد عند من ما مهم شنو محمد انت ايش حالك يا اخي لباس لي مهم حط حالك شوف استاذ احمد انا بعد قاع رسميا قليل اخلاطي مع الناس هارب راسي قافل علي تعرف ذاك بيت هو موريتاني ما نحيت واصحابي قليلين واعلى اللي قاعد تجبر لقاء صاحب لي لا ينقل الروايه والله شبيه اللي ما رد قاع اولا رد قصيف وانا تميت تفاجئت بسداد قلت انا قاعد ابوي ما قلت له رجاج كلمه خاسره قلت رجاج كانوا مهضوم والله ما مهضوم نهاية وش لا نقولوا على الهواء شي شفتني قلت له في الاذاعه والله في فيسبوك معنا على هو حقيقتي جماعه من هي جماعه من هي ابي يقول هذا مين ده مين انه هو ده انا قاعد ما اتكلم قاعد عن الناس الممثلين ما نسمي لا كان ما نقول هالو ديركت شوف انا ايش اللي نقول نقدرهم انا نقدرهم في القناه ونقدرهم في الاذاعه ونقول لهم فلان ما هو عاجبني المرابط ما يضحكني هذه بالوطات الممثلين طاري انا ما يزين نقولوا ما ديركت ما نجعت شيء ما دام قط سميته بالاسم ولا قط قاع سميته اسم برنامجه نهائيا شايف علي قاع انا معك انا طنت تحيه انا الغريب عني انا قاع ما نقد بيه الو شو انا حد شايف علي شيء ما قاع نصاحبه لا نكلمه خلي عنا الازرح ما دسولو هاي لي قليله مره ما نجي نقول له انا دور عدل معاك حلقه من البرنامج الليله يقول لي انا ماني صايب حتى التالي من نهار انت عندك عنا رقاش انا شايف ديك شي شايف عليك شي انا ما جيتك مولي شايف ديك شي عيط لك يقول لك واي حلقه من برنامج ما هي معقوله انا ما قلت تجيك انا حد من كلاسي قاع ما نعدل معاك لا هو قاع له قلت له انت عندك انا وحده انت قول الناس قالها لك قاع منهم عادي انا قاع ما مهم عندي لا اسمع اصلا صحابك كانوا سمعت مراتنا قالوا انه هو زايد دائما يقول لي والله عاشوراء في الساحه رمزتي الفتيان اللي فيه الراحه والجوده والامان عاشوراء بالعموم أحسن مذاقيبة ببراري دك القرار عاشوراء ننسى كل الهموم عاشوراء ببراري دك القرار ننسى كل الهموم مامي أوكي مامي خلي شوف
انا كل حدا عادي قاعد كامل الله يجازيك بالخير بعد اللي ذاك ولي تواسع انا لا شيء عليك روايه يقولها وجيتك عزيت تقول بالحقيقه طلبت لي نهارات قدت ما نض ولاني شايف هذه الشيء نهائيا ابدا ولا قط يعلم الله يقول انا ما زين عندي رجال يقول وراي عندك الحق قال كل قام انا قلت انت عدل عاقب الزمن فهم عدل منه الله منه تقعد جلي احمد ماشي كذب ويا انا وش مكذبني انا بويا مو ايش بنقولها اخباري منها حول ولا قوه يا جماعه الصعب ويا الصعابه ما جمعها انا مسامح لك يا غير عاقب طول الزمن ما نختل حد يقول قدني ذبال عاقب الزمن شنو انا في المجي منو في الضغط هذه الحق الضغط بويا ما قلت لك شيء انت ترصف لي عاقب الزمن اللي فيافي ما قلت قلت لي القاشي خاسر يا بويا ولا يعرفوا فيا رصف عليك الموجب الموجب اللي تكلم عنك انا اللي اتقع كل شيء قلتوا لي انا قاعد عادي لقيت تطلبني السماح وتوفى القضيه بيلي انا من الناس اللي الحمد لله نختار حد يصارحني توب ما يقول حد شيء ورايا بيلي صفعني هيك المساله ولا قوه الا بالله الحق للامانه بار يعني. حتى تقول عني مقيسين وكل شيء قد دمك ثقيل ما نهضم ولا كذا ولا يهضمني حد ديك ما قد ما يزينته بويا ما قد قلت شيء ويلي ما قد ما نتكلم قاع الصحابه ما نعرف قاعد هون اموري ثاني دهار براسي لعل قاع يجبرني حد والله يجبر شمل الصحافه ما نجمع معاهم هون اللي قافل علي ما التلفون الوقت من الاوقات ما ريت منهم والله شو راهم فيه ما نحرك ما جيت بالتجمعهم ما جيت شيء يسوس شنو طيب مش نكذبهم شو مكذبوا؟ قول لي شو كذبوا احمد ناليو؟ شو نعرف له؟ احمد ناليو ما نعرفه قلت لك شفته مره والله انتهوا اخباري منه مين مسامح لك عاقب طول لا نختارك ما تقول يا عاقب الحقيقه بط عاقب طول الزمن ما نبقيها بيلي والله الا في المجنه وفي الضغط هي الحقيقه للامانه انا مولي صراحه شو اللي نقول نقول قدام ركاك ما نقول وراه ابدا ما نكي الناس الاخرى لك شو المعنى؟ ايه قالك صورته هذه؟ وي انا ايش قلت له؟ انت قاعد جازم بها مطلقا لا كذا كذا انا ما بيا لي ما بيا لي بيا لي موش بتصدق مو لا صدق انا قدامك قاعد قدامك ما نعرفك صدق هو اللي نعرفه حتى انت ما نعرفك شكرا اعطوه يشرب اعطوه يشرب وي خلاص منك بحر ويشني اعطوه يشرب زيد كان معك برنامج مقالب حماده مقالب حماده خالص فيك وي لا زيد خالص فيك زيد ها زيد كاميرا راعي وين شو زيد زيد ها قال لي ماما قالب شي وفقع علي خل حني شي مسكرين فرقنا فرقنا بين الفترة وادواخ حال متي ذوكم وحدين عمرين الجود الله بل الجود والكرم وحسن الضيافة مهارتنا إحسان الضيف ما يتم دون تاي وتاي من شروطه تعود الورقة حسينة وطعمتها تجري أدواخ ورايحتها ما هي شينة والفوقاني من الإحساني ولقى بيه الحد فتران والله مدوخ يطايح نعسان والله ضيف كبير وغالي إلا كاس من تاي ورقة 2020 طبيعية 100% برمتها زينة وتبختها طايبة ولا منها ملة تجري أدواخ والمرضى والنعاس ولذيذة حتى ورايحتها زينة شاي 2020 موجود عند مؤسسة النزاهة في شارع الرزق الهاتف 45 25 75 29. رأي زايد شو؟ راني محيي حتى لأنه الصحفي متألق بالحقيقة وأنا محيي حتى ومقدره الله يحفظه إن شاء الله. الله يحفظه وأنا بقى ضحك بالحقيقة حتى لأنه في الحقيقة كنت كان اللي يطل الكاميرا. أنا شفت فهم تلفوني غير ما كنت شاك على مشاقلة بي اللي ما خرس كاميرا ولا شفت تلفون مطروح لاك مقصود باش ما تفهم بي اللي خلق واحدين يقدوا ينقال من الكلام يقدوا شكرا لك طارح حيلاه والله طارح حفزر والله شي نجفاء فهم على التسجيل غير شفت مطروح حتى صحيح الله يحفظك إن شاء الله أيوة قلت لك الكلام كامل قلت عني ماني يعني مصدقك ما نعرفك إلى آخره هنا أعرف الأحمد الناس أحمد وني مصدق الله هو إيش قلت بينك أخلاقك يعني لا ما قلت شيء ما قلت عن في المجي منه والله تغيرت لا بدأت لا أنا قاع الإشكال يعني الموريتان المورلية عادي عندهم دفوا وأنا قاع طاب علي أنا طاب علي قلت لك دائما أنت من جوا واحدين يوم الله قلت ما يقدوا بي قاع من الله يتوه قاعك من واحدين ما أنت بحق لهم اللي في الناس كاملة وفي كل شيء معنا الله يحفظك تتوقعوا ما في أي مشكلة كورم قد غير أنت فقعت حتى فقعت بقى فقعت بي اللي قلت لك كان معك برنامج حمادة قلت لي ما قالوا فقعت بي اللي اتهامك تصدق حد آخر أنا الواي ماني وقع ماني استوعبها الله له خير حتى هرب راس ما يصير انا قلت اعطوه يشرب اعطوه يشرب قلت له واقف تخلصني اني قلت اعطوه يشرب اعطوه يشرب ماني عطشان يكسى يا خير تخممت انت مجنون والله شنو قلت قلت له واقف تخلصني قلت لك مقالب حماد قلت لي مو مقالب ولا وشي يكسى فعلا فقعت يكسى حكمت بيك بعض الشرق سي حكمت بيك
هاك المهم انا اللي بعد تحكم فيا كانت غير قاع بيا اللي اول مره تفاجئت منك انت بون ما قطعتك هناك من الاحتكاك كامل يجيك رقاج تعرف مقدر واحترمه حق صحيح هو ورافد لك دفه مع الصباح ما تطرش قلت لي نعطيك الوقت قلت لك حني شوي نجبت نعرف بعد بلي سمعت فيك شي من الامور وكذا قلت لك اعطيها لك اوكي شكرا بارك الله فيك زايد محمد الصحفي المتالق نختارك وتقول لنا كلمه اخيره تختار توجه للمواطنين الموريتاني في الداخل والخارج بمناسبه شهر رمضان اولا نبارك لهم شهر رمضان ونبارك للجميع نوجه له كلمه واحده هي الاساسيه ومنطلق من البرنامج أنا أخلي عن من الجف والرد صحيح. وعن حد ما يعرف حد صحيح. لا تقبل موقف من حد ما هوني تفوت تجربه لا تسمع كلام الناس صحيح. لا تسمع كلام الناس صحيح حد ما تجربته أنت من راسك والله. وصاحبته لا تسمع كلام الناس مهما قالوا لك فيه لك واضح تفهم أحمد نستحمد يستقريك أول شيء لا ما يحتاج مسألة فهمته ما يحتاج واضح لي ما يحتاج أحمد نستحمد وتوقع أنا معاه لأن ذي ماخذ فيك مقلب هو بقى من نفسه وأخذ فيه مقلب على كل حال راني محييك حتى ومحيي أحمد نستحمد محييكم كامل الله يحفظك إن شاء الله أتمنى لك التوفيق والنجاح لأنك صحفي مقتدر وأنا أحييك تحياتي لك وهذا شرف لي لأنه في برنامج واحد أول مرة شرف لي ونعدل معك إن شاء الله برنامج مدير إن شاء الله تعالى الله يحفظك بارك الله فيك شكرا جزيلا صفيفيطه انت كريبه يا اخي انت مجنون انا هنا قاعد اركع على الفيسبوك نعدل ديركت ما قطع عدل ما مقلض ولا كذا ما يزين انت تو ما تقلى انا نقول شكلك راجع عارف وانا حد نقول على شنو نقولوا في عوين تو باللي ماني خايفه وبذراعي وحاسبي والله الذي لا اله الا هو انا ما قطعت حماد انه ذقي لوانه ما يهضم والله يومي بقى والله يبوا عامل لهم قش تلقى لي هلا بقول هذا نتجف عينه يا رجاج رافدول ومنافقي وجونجي انا النوع ما نقوله يعني اللي نبكي من انا ما تضحكني لا نقول لك انا ياك وانت حر فيه انا شن قد نعدل انت ما واحد لا نهرك ياك انك تضحك المهم سامحيني توم سامحيني عاد تعدي جاب جامد حرك صدق ياك عنك الكمامه خير لا تقول وراي عاقبته ما انا خايف منك ولا ينطق دسم مي لذي مشكيتني حتى انا مشكيتني انت بهذا الكلام يعاملك فيك المجنعه فيك ما زين حد يقول فيك وانت من هو اللي يقول فيك عدل منه والله منه تقعد جلي فرق عاقل تكفي 7000 تبقى جاهز وكل لك حلم ذي الحيط يا قراني شوف بث مو عاجبني مولا هنا وخاو منه كلام عني ذا ما قلت صح هذا مالك صندوق انا رجال مالك صندوق انت بيفه حطوه تشرب واو هو ممنوع تعب ياك حاسب شيء لا ما يجيبني تتكلم وراي لاني ما خلصتك اوكي انت ورقع ليش تخبرك كلمة رواية دا شفتك داير فيديو تضحكني به ما حق النبي مخليني انت مكروشي ذاك لين يحمل ما تخلينا نرفع عليه قضية لا تطلع رفع عليه قضية انا راجل اطلعي ماني امرأة والسوقي لا تعدل تعاقبته طيره في المجنوته يعمل فيك المجنونه يعملك تموت قا قصران عمك عندنا فين قد يعبوك انا قد يعمك جاي وليش ايش فيني بالفايده هو اللي محيرني ابيك التفاهه